لا تستاهل تستاهل. نشوف المقطع الثالث. بدري تقول عمر يا جدي. اقول الله يبيض وجهه ورفع روسنا وبيض الله وجهه، واقول من نشيده وعلى جرب تركي يقول اسبح بجرحنا السعد لا الدرة والروح ما يدراك كثر المداري من غاص خبط البحر جاب درة ولا خير في اللي ما يدوس الخطري. حبيب قلبي والله انك تستاهل. حبيب قلبي بخليفة كلمة للشيخ والغالي وابونا. هذا العود اللي يقول فيها ينطبق عليه مثل ابن جدلاني من يقول الحاجة اللي تبرطم بالحجاج الضحوك وقلط لها شاهد ومكبر. صح لسانك. ابن جدلان يقول الحاجة اللي تبرطم بالحجاج الضحوك يقلط لها شايب عند الملاقى صبي. هذا أبو كفن حاتمي وأبو خاطر ندهنا وأبو راس نصوك. نعم. وأبو خير دايم كثر ما يسمع من الخطار كثر الله خيره استجاب الله وكثر الله خيره. الله يطول بعمره إن شاء الله ولا يهينك يا فهد على هذه المبادرة الجميلة اللي مهم مستغربه عليك يا أبو خليفة. شكرا لك. يعطيك العافيه حبيب قلبي. تستاهل. اي خدمات تستاهل. شرفتنا عني والله حبيبي. نشوف المقطع الرابع.